مبارك الدريبي. الاسم ديال الاب والام مش كيتطبقوا الاخرين. راه الزواج عظم الله، راه ماشي واحد الحاجه سحريه، راه غيدخل سلحفاه غيبقى سلحفاه. بكل وضوح، مجتمع تحت المجهر. شنو هي جهاز المناعة النفسي؟ جهاز المناعة النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق عندهم الحق في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، كياكلو باش كياكلو بشخصيته، بقوة شخصيته، بذكاء. يعني أي ذكر، أي أنثى على وجه الأرض عنده رغبة باش يوصل للعلم، الله سبحانه وتعالى كيسره. بكل وضوح، من 2 للخميس، من 2 ل 3:30 على ميد راديو، مع البروفيسور ميمون مبارك الدريبي. بكل وضوح على إذاعة ميد راديو، البرنامج اليومي ابتداء من 2 ل 3:30. انتظروني، إلى اللقاء. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج بكل وضوح على ميد راديو، الاذاعه القريبه منكم. كنتمنى انكم تقضوا معنا اوقات ممتعه وتستافدوا معنا. اذا كنتوا على متن السياره ديالكم كنقول لكم طريق السلامه غير بشويه عليكم. وكيسعدني نرحب بالبروفيسور ممون مبارك دريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. مرحبا بك. بارك الله فيك مريم، مرحبا، شكرا لله. اليوم غنتكلموا على ضعف العزيمه عند الشباب، اللي كنلاحظوا ان الكثير من الشباب يعني كيديروا دراسات او كاين اللي كيقول لك ما كاينلاش نقرا، ما كاينلاش هذا، كاين ناس اللي قراو وما خدامينش اولا هذا، فيعني واحد العزيمه اللي هي كنشوفوها عندهم يعني ضعيفه، في حين انه كاين بزاف ديال المبادرات باش انهم يقوموا بها، مثلا تاسيس مقاوله اولا يديروا يعني في الانخراط في العمل الجمعوي اولا في بزاف الحوايج اللي غادي يمكن لها انها تساعدهم وتقويهم ويعودوا بالنفع على الوطن ديالهم. هو لا اي امر بغينا نحلوه كيخص المواطنين ولا كيخص الناس ولا الانسانيه جمعاء، لابد ما كنحترموا واحد القاعده علميه اللي هي التجزيء. ما كان صعيب في الامور العلميه اللي كتعلق بالعلاقات الانسانيه يكون فيها فقط التعميم. مثلا ملي كنسمع شي مداخله في شي قناه ولا في الاعلام، مسؤول ولا اي مواطن يقول لك المواطنين. المواطنين راه ماشي صنف واحد، راه المواطن الفقير، راه كاين المواطن الغني، كاين المواطن القاري، كاين المواطن الذكي، كاين المواطن البليد، كاين المواطن الحنين، كاين المواطن الهمجي، اصناف متنوعه. فملي غتبغي توضع واحد القاعده ديال التحليل خصنا نعرفوا لمن غنوجهوا التحليل. واش لهذه الاصناف المتنوعه غينزل عليها تحليل واحد؟ لا يمكن. لهذا في القران الكريم دائما عندنا الصور وعندنا المتشابهات. شنو هي الحكمه ديال المتشابهات؟ صورة كتشبه الصورة، نفس الكلمات ولكن غير اختلاف. علاش الله سبحانه وتعالى دار المتشابهات؟ والعلماء يعرفوا الدور ديال المتشابهات، لأن الله سبحانه وتعالى في كتاب واحد كيخاطب مستويات لا حد لها، كيخاطب كل شيء. تيخاطب المؤمن وغير المؤمن، تيخاطب الذكي وغير الذكي، كل غيلقى الخطاب دياله. ولكن هذاك راه الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يوضع في كتاب واحد يعني تعدد الخطابات اللي لا نهايه. في بعض العلماء تيقول لك راه لا منتهي المعاني والمفاهيم اللي في القران. اما احنا البشر ما نقدروش. فملي كتكون تحيي واحد الظاهره على الشباب عنده عزوف على القراءه، كتسمع المواطنين، علاش كاين ارتفاع في حوادث السير على المواطنين. يا ودي المواطنين سي اون انفورماسيون كومبوزيت، سوني با اون انفورماسيون اليمونتير. يعني اي واحد درس شويه ديال سيستيميك وعنده شويه ديال الدماغ، شويه كارتيزيون في شويه المنطق، ما يقدرش يقول هذه الجمل، ما يقدرش يقول المواطنين. انما هما سوسون دي فراز جينيريك، هادو جمل اللي هي شموليه اللي كنديروا فيها الحشو، بحال واحد الحوزه كنخشوا فيها هذيك المقارونه ونديروا فيها هذيك العطريه وداك الشيء ونخيطوها وندعوا الفران وكل. الفكر ما فيهش الحشو، الفكر فيه التدقيق والتبسيط والايضاحه. فالشباب توا في انواع، الشباب اللي فقراء كان كيفيق مع 6 الصباح ويبقى ساين ساعه الا ربع في الطوبيس، ومن اللي يجي الطوبيس الجاج ديالو مهرس ياك، وانت غادي وضارب فيك البرد وما فاطر والو، لا توصل الجامعه وتدخل واحد لونفيتياتر اللي فيه اضعف الايمان 300، وفي المتوسط ديال اللي كيدرسوا الحقوق، وسير شوف شحال كاين واحد في لونفيتياتر اللي كيدرسوا سميتو ليكونومي علوم الاقتصاد، شوف شحال كاين كاين معلومات لونفي فيه 2000 3000. اذا المعاناه باش وصل الشاب، عانى باش درس، شحال ديال الجهد ضرب باش خدا الليسونس، شحال الجهد؟ تقريبا تقريبا تيكون قادو الجهد ديالهم، هو دابا خدا الليسونس.
خصو على الاقل واحد الاستراحه، استراحه ديال شهرين ثلاث شهور اربع شهور، يرد على النفس ديالو اللي لان جهاد هذاك راه قتيله، هذيك راه كان كيتحارب. ليسونس خداها، خدا الماستر، فرحان الحمد لله صافي ياك، كيظن بانه هذاك المفتاح. دابا لاحظنا مشيت انا كنتكلم دابا هنا على الطالب الفقير اللي كيقرا، راه غادي نتكلم على الطالب الفقير اللي مشى يقرا وما استطاعش، وراه غنتكلم على الفقير اللي عنده رغبه في القرايه وما قراش. هادو غات الاجزاء. الا جيت بقيت نجزأ اليوم والله غنشد لونطين من دابا حتى لجوج الصباح باش نتسماو نديرو تحرير صادق. ولكن حاش غادي نديرو؟ اون فا افلوري، غادي نديرو غير هذيك السيرفور، غادي نركبو في الطياره وغندوزو غير فوق منهم. اما الا جينا ندقوا لهم ما نخرجوش. فملي كياخذ هو الليسونس الماستر اشنو كتعني؟ كتعني انه غيستراح، كيقول والله الحمد لله عانيت تعبت. كتقول لهم والله رضي عليك وليدي تفوقتي، الله رضي عليك بنتي، كذا وكذا وكذا، ياك؟ كيظن انه غيستراح. كيمشي الوكاله ديال التشغيل يقول ليه الماستر في ليكونومي شنو هو؟ تشي سي ديباسي، لا لا لا، كتعرف كذا وكذا وكذا وكذا، خاصك تزيد تقرا قرايه اخرى. كي غيدير هو يزيد قرايه اخرى؟ يلا هو خرج من واحد اربع سنين ولا خمس سنين ديال الجهاد، الجهد ما بقاش عنده، ها؟ بحال شي واحد طالع شي عقبايه لاله في رمضان، وهز واحد الصاك ديال القمح، وغادي به ضرب بما ضرب في السهود، طالع العقبه وحط الصاك باش يستراح، ها وجع ولده قال ليه شتي قالت لك امي؟ وجيب لي فارينه، باش دير بغرير. اش غادي يقول هذاك السيد لولده؟ يا وليدي ما بغينا لا بغرير ولا حتى حاجه، هبط انت سير قول لامك تهبط. علاش العقبه؟ حنا دائما مع هذه المثله هذه كنبغيو نضحكوا. شي واحد ساكن في كاتر ميتاج ما كاينش لاسونسور، طالع لدارو جاي من الخدمه جايب تقضيه، تا دخل الدار قالت ليه مرتو عفاك الشيء غير لما نجي معك النعناع تقدر تهبط عاوتاني اربعه ديال الطبقات على رجلك وتخرج في العيا. لاحظتي هذاك الراجل في هذيك اللحظه، هذيك الزوجه اللي نهار كله هي تشتغل ومستريسيه بالمشاكل وبالتعب، دخل دويتها دير مسكينه واحد حريره خفيفه ولا شي صوبه ولا شي سباغيتي وكذا، وشي وجه راجلها حبيبها عمرها وكل شيء وليداتها، عافاك حبيبه لما فوري لنا كسكسو ولا دير لنا الرفيسه. كي غدير هذا المراه؟ ديك الساعه نقولوا ما عندناش العزيمه، ديك الساعه نجيو نقولوا ما باغياش، اولا القدره صافي مشات. لهذا دائما الا في نصائحي للناس كنقول لهم جوج كلمات، رحموا ضعفكم وسيروا على قدر القدره اللي عندكم، ما تمشيوش على قدر الرغبه اللي عندكم. الرغبه ما هي الا اماني، سيت اون فراز تتلونسيها نفسنا، لانكونسيون بروجيت لو ديزير ان في اسامبلي في لو ديزير في قداش، وكتولي تامبليفي عندنا الرغبه. هو شوف القدره. فدابا حنا واش ناس ضعاف ولا اقوياء؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نحطو. وشنا هي البنيات اللي تجعل من ضعيف يصبح قوي؟ وشنا هي البنيات العائلية والنفسية والاجتماعية اللي تجعل لنا من القوي يصبح ضعيف؟ هذا فهمتي؟ وحنا من لا واحد العائلة، وانا دائما كنذكر الامثلة اللي كنعطي، راه كتفوق 10 سنين وما فوق. فالناس اللي كيجيو المكتب غير يطمئنوا، راه ما تنتكلموش عليهم حتى من 10 سنين، بقينا حيين تبارك الله، توفينا لي زارشيف راه كاينين، غادي يخدموا لي بسيكولوج اللي خليناهم معنا في المكتب. طول عمرك باش الله يطول عمرك. فشاب لالا حاصل على شواهد من اكبر المؤسسات الامريكية في العمر ديالو 27 عام، باقي شاب 27 عام، شاب شواهد كبيرة، شاب الشبابية هاي كاينة 27 سنة، ما قدرش يحط السي في ديالو يخدم، مع العلم انه عنده عروض مقابلات. هو تيعيطوا عليه الشركات، تصل الشركه الاولى الشركه الثانيه، اش كيدير؟ كيبقى باهي لحالي هو ولدي، وهذيك ست ملتي مزيانه وراه كذا وراه كذا، سير كيمشي يدير لونتروتيان، اني با ريكروتي والو، بورتون لي ديبلوم كاينين، الكفاءات كاينين، لي كابابل، مي اني با ريكروتي. دازت واحد ست شهور مسكين ضرف ضرف ضرف، شويه تعاطى المخدرات، بدا تيكمي الحشيش والجوانات، ما بقاش باغي كاع هو يسوميسيوني، ما بقاش باغي يحط السي في ديالو، ومشى عنده لا بوسيبيليتي باش يدير ناسيوناليتي اترونجير، مشى دار ناسيوناليتي فرونسيز، وبقى تيتسلم هذوك لاد ديال الشوماج وعايش بهم. تخيل ان كادر يعني ان بوتونسيال قدو قدر سيانتيفيك انكاباب. اشنو الخطاب اللي كاين من جهه موباه؟ واش هاد المصيبة درتي؟ واش هاد الشيء قريتي؟ واش هاد الشيء تتعبني عليه؟ وهاد الشيء كذا وهاد الشيء كذا وهاد الشيء كذا. الابن والو هزوه داه لعندي سبيسياليست في اوروبا، الى توسبيتاليزي في كلينيك الاولى في كلينيك الثانيه، حقا تابريسيون، حقا هادي، حقا هادي، حقا هادي، لي زيكسبير عياو بالدويات، عياو بالهوسبيتاليزاسيون، تيخرج الدري هو الدرد. ما كيقدرش يسوميسيوني وما تيقدرش يخدم.
اش قالوا؟ قالوا ربما خصو شي مراه زويونه تعمر عليه، لربما يحبها وتزرع فيه الحماس وينو بغي يتزوجها ودير ليه العزيمه. قلبوا في عائلاتهم بعضياتهم، لقاو واحد نواره زويونه وضحوكيه وبشوشه وكذا وكذا وكذا، جابوها لقاوها به حيت ما عنده حتى القدره باش يقلب على مراه. تجد باش يدير سيليكسيون ويخرج ما كاينش، مشى. جات هذيك البنت بجمالها وبزينها وبحلاوتها وبكلامها وتقول دري طافي. واحد النوبه هو جاي في الطريق تيتكلم مع شي واحد، قال له دير واحد السيد تعرفوا في المغرب، واش تبغي تمشي تجلس معاه راه اش كاين اش كاين؟ جا لعندي قال لي باغي نطرح لك سؤال واحد، واش كنبان لك انا قال لي عادي ولا مريض؟ قلت لي عندنا القاعده ولدي حنا، اللي تيطرح هذا السؤال هذا يثبت بانه ماشي مريض، لان الشخص المريض حقيقه ما عمره ما غيطرح لك هذا السؤال، كيقول لك انا ما مريضش. اما انت قلت لي بطرحك هذا السؤال انت ولدي عشتي لا بوزيسيون ديال كوليبري. وحتى مع الفاصل نوضحوا شنو هي البوليسيون. نعم غنتوقفوا الحدث مع الفاصل، لكن قبل نذكر موضوع في العزيمه عند الشباب. رفقه البروفيسور ميمون مبارك الدريبي كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي، كنا كنتكلموا على حاله بروفيسور يعني اللي استضفتيها. فقلت لي انت ولدي عانيتي من لا بوزيسيون دي كوليبري، تبارك الله الشاب مثقف وعنده باجاج، بقى كيضحك بقى كيضحك كيشوف فيها وكيضحك. قال لي الوازو موش. قلت لي وي. العلماء واحد الطير اكتشفوه ما عرفوش يصنفوه واش من الحشرات ولا من الطيور، هو عنده الريش وعنده اجنحه ولكن يقتات على رحيق الازهار، والوحيد اللي تيقدر عليه يدير 85 ضربه جناح في الثانيه. شي تخيفه الطرميشه الغطر من الغطر مشاويه كيدوز وجنيحاته 85 مره في السكوند، يعني عنده القدره هذا الطوير هذا الكوليبري ولا لو سيغنون ديالو الوازوموش، عنده القدره كيبقى ستاسيونير بحال الذبابه. دابا شي دبانه كتبقى واقفه في الفضاء هنا في الهواء، علاش؟ لان عندها السرعه في الباتمون ديال. فكاين بعض العائلات هنا عاوتاني كنذكر بان هذا التحليل هذا راه خاص بواحد النوع صنف من الشباب، ما تعموش على جميع وليداتكم، حيت دابا غتنوض واحد المراه وتاخذ هذا الشرح اللي كنقول وتبغي تعموا على ولدها، لا سي دو كا باغ كا. انا دابا كنعطيكم كيف قلت لكم غير افلوغي، كندوز الطياره وغندوز على بزاف البنيات لاننا جيت نفصلهم راه ما غيكفناش الوقت. فكتلقى بعض العائلات حيت هما توفقوا في القرايه، الاب دار كلاس بريبا مهندس، الام طبيبه واستاذه باحثه وجامعيه وكذا، تيبغيو هاد الوالدين يزرعوا هاد القريحه ديال القرايه ويبغيو يكونوا ولادهم بحالهم واحسن منهم، هذه الامنيه كاع الاباء ياك. انما ما كنراعيوش القدره ديال هذاك الطفل اللي عندنا، كنزرعوا فيه الرغبه. بما ان في اطفالنا ولادنا كيحبونا، راهم الخلايا ديالنا هذوك، راه الخلايا ديال الام وديال الاب الكروموزوم اكس يكاد تجمعوا وعطاو هذاك الوليد والبنيه، يعني راه فيه 50 في امه و50 في باه. خاصه الا كانوا كيعرفوا يديروا لا مانيبيلاسيون افيكتيف، وحبيبه ان شاء الله ونتمنى نشوفك كذا وبحال ولد خالك تبارك الله، شتي هاد لا مانيبيلاسيون افيكتيف بعض الاباء تيتقنوها. اشنو تيدير هو؟ طفل كينوض كيهز جنحيه تبدا يضرب. كاع الطيور في العالم ما عدا هاد الوازوموش، كاع الطيور في العالم ما كتقدرش دير لو فول ستاسيونير، ما كتقدرش تجي تبقى واقفه في الفضاء. فملي كيجيو هما من الابتدائي وتيحطوا لولدهم واحد الهدف خصو يوصل ليه، شتي بحال واحد لا كورب، وكتجيو كدير واحد النقطه اكس يكرا كتقول ليه انت وقف هنا. شنو هو هذاك وقف هنا؟ هي تي دوا ايتخ البخومي في المات، تي دوا ايتخ البخومي في الفرونسي، تي دوا ايتخ البخومي، تي دوا ايتخ البخومي، كيبقى هو كيضرب هذيك البخومي. ديك الساعة راه باقي في القوره، ديك الساعة في الاوج في الطاقة ديالها في 100% الطاقة، كيزيد يضرب كيبقى غادي عاوتاني. في الشباب اول الاول الطاقة راه كاينة باسكو مازال شباب، يا امك امك ملي كيبغي يضرب 23 24 كتوزع الطاقة باسكو كيدخلوا طاقات اخرين. ديك الساعة ديك الطاقة اللي كانت هزاه، وهنا دابا غادي نعمم، شتي هنا غادي ندير انكا جينيرال، شحال من عائله من العائلات المغربيه فيها وليدات وبنيات كانوا كيجيو هما الاولين حتى الباك، وعافتوا الباك ولا بقاوش عارفين يجيبوا 10. دابا مازال كندوي على الصنف اللي كيقرا، اما مازال غنتفرع من بعد الا بقى الوقت طبيعه الحال، بقاش الوقت شي حلقه اخرى ان شاء الله. فهنا كتجي الام كتقول لك بنتي كتجي هي الاولى، ولدي فين كيجي هو الاول؟ غيطلع للجامعه، غيطلع ليكول، الله ينعلهم في لوريونتاسيون ما عرفوش يديروا لوريونتاسيون، وتيبقاو يقلبوا على دي زاكيوزاتور اكسترن، كيبداو يقلبوا على شي شي سبب خارجي. ولكن ما شناش واش البنيه
نعطينا مثال عاوتاني مع عائله اخرى، سيده جايه توسل من برا من الخارج بلا ما نذكر البلاد، على اساس ولدها غادي تطردوا واحد الجامعه كبيره في اوروبا، وخص داك الولد لابد ما يفاليدي هذاك العام والا. عمرك تشوف لاله هذاك الشاب طاحوا ليه سنان بكثره ما ترهق، كيعاود ليا كيقول ليا كيطيحوا سنان شي بحال اللي كنشرفوا تندولو 75 عام وندور 80 عام كيطيحوا لي سنان، هو تيطيحوا ليه سنان حتى كيف قصه تلقى سنان في يده. طحت اول حاجه قال لي قال لي راه عندي هذا لي سامبتوم، قال لي طيحوا سناني. هزيت انا عيني في الام ديالو قلت لها الشريفه راه عندنا في المغرب واحد الفران كيتسمى فران ديال الكوشه، حيت الحباب ديال مراكش وديال جنوب كيشوا الخروف ماشي بحالنا حنا هنا في الدار البيضاء وفي هذه المناطق، حنا كنديروا في طاو وكندخلوه هوريزونتال هما تيبنيو ليه. قلت لها الله يرضي عليك، قال لها ما ديريش واحد الكوشه وتخشي ولدك كاع تقاضي انت مالك تفيني مالك. قلت لها ما علاش حتى لهالدرجه؟ قلت لها انتم باغيين تباهوا بالدبلومات، على زعما الدبلوم غادي باغيينه انتم لولدكم؟ راه باغيين تكونوا جالسين مع النساب ومع النفاق الاجتماعي اللي انتم غارقين فيه حتى الناصيه وحتى الفوق، وتحلوا فمكم وتقولوا شتي سيدي محمد شتي سيدي مولاي كذا وراه جاب هادي وهادي وهادي وديريها. قلت لها السي طيح لي سنانو. هذاك الشاب اللي هو قلت لك بوزيسيون كوليبري بقى كيضحك في الاول ملي بتالي كيضحك، وواحد الوقيته بدا تيبكي. الاب والام ديالو كنا في لاسال داتونت وعيت لهم قال لي عافاك استاذ عاود هذاك الشرح اللي قلتي لي. شرحت لهم بوزيسيون كوليبري، هو يشوف باه ويشوف امه هكا، قال لهم ما فوالا فو زافي الدبلوم هكا دو. قال لهم الشواهد خديتوهم، لاحظت المرة هو اللي قرا ولكن ما قالش الشواهد خديتهم، قال الشواهد خديتوهم ومعلقينهم. قال لي في الصالون وقال لي انا مابقاش عندي حتى لا كاباسيتي باش نحب مرا، من عمرني كان نحب العيالات ولكن ما قادرش حتى الطاقه اللي غنمشي نعاش دابا مرا. قال لهم ما عنديش. قال لهم ملي كنفيق الصباح كنحس راسي بحالي ما نعش، كنزيد نعس لا جورني. قال لهم ملي كنفيق في العشيه لا جورني كنحس براسي بحالي ما نعش، كنزيد نعس لو سوار. قال لي وليت كندوز وقتي عا بنعس. دابا هذا ما عندوش العزيمه ولا مهدود تنخر. ها هي بنيه وحده، شتي ها هي بنيه. وراه اولون دو كوا دارت؟ باسم من دارت؟ راه باسم الحب، عندك تحبات باسم شي حاجه. راح يتحب لي الخير قال لك. شتي كاع هذوك البنات اللي فيهم باغي الفلان باغي الفلان الخير، هذوك اللي كنخافوا منه حنايا. حيت راه اللي باغي حقيقه الخير لينا حنا، والله عطينا العجب المعجب، شو طالب منا؟ نعبدوه. وعطينا الاف الاشياء، طالب حاجه واحده. وما كيزربش عليك، تيقول لك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت، شوف الله، شوف الرحمن، شوف الرحيم. فإذا فرغت من ليس سالي شغالك لالا مريم وتسالي شغالك فلان وفلانة، إذا فرغت فانصب يعني شد واحد القنيط وإلى ربك فارغب. شتي دابا البنية الثانية، البنية الثانية هما شباب عندهم ساكن فورماسيون بسيطة، تكوين مهني ونيفو باك شي حاجة هكا شي حاجة هكا، من اللي تيمشي كأنه لا يساوي شيء، بحال لي سكون كلاس، بحال لي مواطن من درجه ما نعرفش شنو، بحال لي غنديرو دي نيفو. فتيمشي مسكين تيقول لك قريتي الا ما قريتش، كتعرف شي حاجه كنعرف. ها هادو غادي يهرسوا العزيمه لهذوك اللي جايين يقراو دابا. واحد الطريقه تيقول ليه اش باغي دير انت؟ غادي يقول لها باكسيون سنات. سير تلعب والله لا دخلتي لي كلاس بريبول حلمتي بها، والله لا دخلتي كلاس ايكول دانجينيور، والله لا درتي، والله شهد، والله والله والله. علاش؟ لان كاين وحدين اللي داروا هذا الباركور وفي الاخر ولاو دي مانويل، واحد مشى كيخدم في شي بلاصه، واحد مشى كيدير. فهنا كاين اللي كيحاول يطلع العزيمه، كاين اللي كيهرس العزيمه كيحطمها. فخصنا نجيو، ما نقولوش هذوك اللي كيحطموها راهم خايبين راهم خبات وخصنا نحاربوهم، لا 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 لا، خصنا نقولوا ايزون سوبي اون ديستركتوراسيون. شنو هي لالا ايزون سوبي اون ديستركتوراسيون؟ واحد دير مقاوله، خدا مارشي فيه فلوس صحيحه، انما تعطلوا عليه في الخلاص. كاين تهضر ويتخلص في اخر الشهر ما تخلصش، طونجو الشهر الجاي شهرين ما تخلص، ثلاث شهور ما تخلص، سته ما تخلص. لاحظتي كيبقى قدامه هذاك المارشي راه هو شادو، ولكن فلوسه اقاردين ديالو ما كايناش. اقاردين اشنو خصو يدير؟ كان من العاقلين غيمشي يسد الشركه، غيدير ليها ليكيداسيون،
ومني غيدير ليكيداسيون غادي يقول ليه هذاك القاضي اللي غيدير ليكيداسيون شنو السبب، غيقول له دير المقاوله في الفلانيه تعاملت معها وها شنو درت شنو درت ودابا ما بقيتش قادر نكمل، ملي كنصيفط لهم يخلصوني ما خلصونيش اسيدي انا نفضل ندير ليكيداسيون ونولي في مشاكل مع كذا وما كذا وما كذا. هذا العاقل. وكاين اللي هو انتحاري حربي ما كيتفاكش. كيمشي وكيبدا يدير لا كافالغي، شنو هي لا كافالغي؟ كيفتح كونت هاد البنكه وكونت هاد البنكه وكونت هاد البنكه ويدير روج هذا مع هذا، هو عارف شويه فلوس كيحرك فيهم بالعاني حتى كيكريي دي فو موفمون. نقدوا عليها احنا كمؤسسات، الا درنا مؤسسه نقدوا عليها. فدابا الشباب في العالم كله ماشي غير في بلادنا، في العالم كله دغيا تينهك دغيا تيأس ودغيا تينفجر. السبب راجع لمن؟ ذكرتي قبيله المقاوله الخاصه، قلتي خصنا على الشباب ما يديرش المقاوله الخاصه. ايوا المقاوله الخاصه شنو خصها؟ اول حاجه ماشي خصها جمعيات مقاولاتي ولا مشروع مقاولاتي، هذاك راه في المرحله الاخرى. هذاك اللي خصها هو خصها العقار فين تستقر هذه المقاوله. ورينا بنت عمي في الدار البيضاء عقار عصغير واحد 30 متر ولا 20 متر فين مقاوله شاب يدخل يكريها شحال غيكري بعدا وفين؟ ولا اغلبيه البيع، كلشي كيبيع ما كاينش كيكري. اذا واحد على البلدي غادي يمشي يشري فين غيشري؟ خصو يطلع لسيدي معروف فوق ولا يمشي لتطمن ليه الفوق يلقى. ودابا تبر شي تاياس بحال غاليه. اذا خصو يقرب يمشي للسطات ولا ولاد سعيد ولا ما كانش كاع يمشي للقيسر ولا يزيد شويه كاع الاخر يبقى. ماشي بلا رخا. حيت دابا ها هما تيحمقوا فيهم تيقول لهم راه حنا بغينا المقاوله الحره، حنا بغينا كذا وبغينا كذا. بحال شي واحد جايب لك واحد الحوته وقال لك دير لي طاجين، ما جاب لك لا فلفله لا خضره لا عطريه لا والو. واش غديري المرقة والزغاري تغديري ليه؟ غتشديها غتشويها. اللي غتسخط تقول لها ودي طاجين ما خدامش غنشويها لك. فحنا كنشوي ولادنا. ملي كتبغي دير المقاولة الشابة أولا كتقول لهم إعفاء من الضرائب خمس سنين وست سنين ولا كاع 10 سنين. جوج كدير لهم تسهيل في وسائل النقل. ثلاثة تدير لهم تسهيل في اتصالات المكالمات. أربعة كدير لهم بارتنارية مع الشركات تقول له لا أنت ما بغيكش تخدم راسك. شتي أنت قاري هذه وكتعرف هذه وكتعرف هذه، غادي نديروا حنا واحد البيرو ولا غنمشيو نشوفوا المقاولات. شنو كيديروا صناع الطائرات في اوروبا؟ ايربيوس مثلا اللي هي شراكه ما بين فرنسا والمانيا وانجلترا، عرفتي شنو دايرين في لاشارت مع لي سو تريتو؟ بان اي سو تريتو غياخذ من عند ايربيوس واحد لاكوموند خصو يخدم مع شركه من الدول الاوروبيه، عرفتي كيتشارج كي داير؟ يعني ماشي نعطيوك انت في تركيا تصنع لينا وتسو تريتي للشينوا ولا تسو تريتي لباكستان، لا. تصنع علينا في تركيا وتخدم علينا مع ام تي سوسيتي في لا ريجيون دمارساي ولا كذا ولا كذا، شتي؟ كيحطوا مارشي وتيفيدوا به بلادهم. فحنايا العقار كلشي كياخذ، كنضلوا نسمعوا 250,000 ديال البني، 4,000 مليار ديال البني، عمرك سمعتي شي اقامات دارت كلها مكاتب للمقاولات الصغرى ب 2000 درهم الكرة؟ تخيل نديروا 2000 درهم الكرة في الدار البيضاء. يا الله. شحال مقاول شاب غيجي؟ والله انت غتشوف 1000 مقاول شاب كيجري. ولكن ماشي غتعطيه المحل وتقول له مقاوله، لقى ليه بارتنير الشركات كاع الكبرى اجل الا الشركه الكبرى. شحال كتخلص الضرائب؟ القد والقد. علاش لي كروند سوسيتي كيديروا سبونسورينغ لهذوك اللي سميتو لي فيستيفال ديال الموسيقى؟ علاش؟ لانه هو اذا مشى حتى دار ان دون هذيك لونتربريز الكبيره راه كتعفى من الضريبه. دابا هما يفضلوا ونخليوهم، كنتكلم باب القانون، هما حرين في رؤوس الاموال ديالهم، ولكن ملي كتصبح قضيه اجتماعيه ما كيبقاش واحد حر في رؤوس الاموال ديالو، كيصبح القانون داخل معاه. دابا حتى انا كنحشر راسي هنايا كنزاحم السياسيين، حيت هما ما كيزعموش وانا زاعم. ملي كتقول للشركه انت كدير سبونسورينغ سميتو الفيستيفال الفلاني وكتحطي فيه 5 مليون درهم ولا 1 مليار ولا الله اعلم اش كتعطي. علاش ما تاثرش لنا واحد 5 ميكرو انتربريز فيهم باترون او باترون او سكرتير؟ وتعلميهم كيفاش لا لوا المارشي وتحميهم من لي زامبيي. علاش هادي ما نديروش مع هادي؟ شحال كتسوى؟ عرفتي شنو كيديروا؟ شفتوا ملي كيديروا مقاولات كياخذوا 5 اونتربريز قد قد الخلا واخده 5، ولكن في فيستيفال الموسيقى حيت غادي يجيو الكاميرات العالم وغادي يجي الصحافه امريكا، نو غادي نفينونسيو العجب وعجب فيستيفال. لاحظتي بور لا بوب اوني بخي امي د لارجون، من وليداتنا اوني با بخي امي د لارجون. فهنا ما بقاتش عزيمه. هذا نخر للادوات والامكانيات اللي غتطلع العزيمه.
فقبل انا في التحليل ما نمشي نمس في العزيمه ديال وليداتنا وشبابنا، تنمس في البنيات اللي ما كتطلعش في العزيمه، حيت اللي ما طلعش راه بحال يهبطها. نعم، غنتوقفوا لحظة مع فاصل ومن بعد منه غادي نرجعوا نذكر بارقامنا الهاتفيه 0522. كان هذا شاب مامي وغنية زعزع خاطري. مرحبا بكل من نبلينا الاذاعه القريبه منكم، نمشيو نشوفوا التساؤلات ديالكم من خلال الصفحه ديالتنا. زينه سن كتقول السلام عليكم اليوم ودكتور مامون دريبي، كنتمنى تقراوا الميساج ديالي حنا تنقراو. انا عمري 19 سنه بغيت نقرا وندرس، ولكن الاهلي اللي رباوني لاني يتيمه ما كيسمحوش ليا. انا باغا ناسس مستقبلي ونكمل دراستي لان المستوى ديالي غير الابتدائي، ولكن ما لقيتش شي طريقه وعييت ما نطلب فيهم والو، زائد ما كيسمحوش ليا ندير حتى حاجه ولو كانت بسيطه. عفاك الدكتور قولي شني الحاجه اللي نقدر ناسس بها مستقبلي؟ انا طموحي كبير وكبر مني وعندي رغبه، ولكن ما نقدرش، حريتي مقيده بكل ما في الكلمه من معنى. عفاك الدكتور ساعدني، الا ما حققتش احلامي في حياتي ما كاينش علاش نعيش ناكل ونشرب وننعس. واش نرضى بالواقع ديالي ونعيش بدون هدف؟ هو البارح كنت ذكرت الاتحاد النسوي الوطني، راه عندهم موقع، ما عندهم موقع في الانترنت www.unfm.ma، الاتحاد الوطني نساء المغرب www.unfm.ma. ومن البرامج اللي توضع في هذا المقرر من ناحيه ديال هذه الجمعيه الرائده المواطنه، ولا من البرامج اللي وضعها الحكومه، هو محاربه الهدر المدرسي ومساعده الفتاه على الدراسه. فارسلي عفا بنتي ان ايميل، دخل لهذا الموقع وارسل ان ايميل، ياك ارسل لنا حتى احنا ان ايميل في ميد راديو. لانه ما يمكنش، هذا اصبح واحد الحق، هذا هو المواطنه الحقيقه. المواطنة الحقيقية هو تخلي بنتك وولدك يدرسوا ويقراوا، لأن واخا غدا ما يخدمش بقرايته، يمشي يدير تجارة ولا يمشي يدير اللي دار، ملي غادي يكون غدا باغي ينتخب وينتخب على شي مرشح، على الأقل ملي غادي يجلس قدام التلفازة وغادي يسمع هذوك الناس ديال السياسة كيتخاطبوا، غيتبين ليه الصحيح من الخطأ. على حنا دابا علاش متفشي هاد الظاهره ديال الرشوه في الانتخابات؟ لان المواطن ما عندوش القدره الفكريه باش يحلل بقدراته شكون هو اللي غادي يعاونه وشكون هو اللي كيخربق، فكيولي الاحتيال. فكل ما طلعتي المستوى الفكري عند المواطن، كل ما كيصبح المواطن حار مع الواحد في الاسئله ديالو، في المداخلات ديالو. فحنايا كل ما جعلنا شابه شي دابا بحال هذه، لا الا تحبطات هذه لاحظتي غتمشي تحيد العزيمه لعشر اخرى، تقول واحدة اخرى واش قضيتي انت واش قضينا احنا. لا بنتي، احنا بكل ما اعطانا الله من قدره واخا ضعاف، احنا ماشي مؤسسات، احنا غير اشخاص. اذاعه راه ماشي دورها تكون في خدمه المجتمع لان ما عندهاش القدره، ولكن احنا كنساهموا ونساعدوا باش ما قدر الله مع المواطنين. فارسلي عفا بنتي، دخل لهذا الموقع اللي قلت لك وارسل هذه المعلومات واعطي العنوان ديالك، راه غادي يجيو ناس حتى تما باش يشوف والديك. الوالد المغاربه الحمد لله ملي كيوقف عليهم ناس ديال السلطه ولا ناس ديال المجتمع المدني، راه تيتعضوا وتيحشموا وتيرجعوا في القرار ديالهم. اذا نكملوا التساؤلات. هودة كتقول تحيه جويه، صراحه كاين شي ناس لا هدف لا عزيمه والو، فقط عايشين، ولكن الناس اللي عندهم العزيمه والظروف ما مساعدهمش ماديا ونفسيا واجتماعيا شنو يعملوا؟ اميره الدرهم كتقول كنتمنى لكم مسيره موفقه. بلغي سلامي للدكتور، سلامك وصل. شكري كيقول كنظن ضعف العزيمه كيجي من التربيه ديال الوالدين. سعاد شوبي كتقول نريد فعلا ان نعرف كيف نرقع من العزيمه عند اولادنا. فاعل خير كيقول السلام عليكم ورحمه الله. اخت مريم عفاك، نتمنى انك توصلي رساله الدكتور، وبغيت غير كان ممكن توصل البريد الالكتروني، فاللي غنطلب منك فاعل خير وانك تبعث لنا، غادي نبعث لك البريد الالكتروني عبر باغ ميساج بريفي. امل كتقول هذا الشباب تاع دابا ولا مسالم بزاف، ما فيهش روح القتاليه ديال تحقيق الاهداف، ولا كيتسنى كل شيء يكون موجود. الا 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 هاد الشباب هو اللي حرر تونس، هاد الشباب هو اللي حرر مصر، هاد الشباب هو اللي قام بثورة في ليبيا، هاد الشباب هو اللي خدام تيضحي بأرواحه بالغالي والنفيس باش الناس ياخذوا حريتهم في مناطق أخرى. ما عمر العالم ما كان كيتوقع أن الشباب العربي غادي يقوم بهذا الشيء. شكون اللي ضرب لي حساب؟ السيد أمريكا؟ شكون اللي كان كيحاسبها اليوم؟ شكون اللي كان كيحاسبها؟ دفعة مطلقة اندفاعية ما وقفتش، فطغى الماء.
هذا القران في الايه القرانيه وطغى الماء لكل شيء خزان، يعني ملاك تحرسه. فلما جاء امر الله للماء في قصه نوح، الخزان اللي هو الملك اللي كيتكلف بالماء ما بقاش قادر يشد الماء المغلب عليه. هذو بنيات خارقه وهائله. من الاحسن الواحد يتطاعد، ومن الاحسن الواحد يفكر بعمق مزيان قبل ما يجي ويبدا يوضع انسان قوانين ويبدا يتصرف في امور اللي غتمس الناس هكا بدون 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 رزانه وبدون. الحمد لله المغاربه ناس خاطرين، المغاربه ناس ثقال، كنعرف فيهم الحمد لله مسؤولين ومسؤولات، والله لله اللي كيدوروا في راسهم وفي بالهم 100 دويره و100 الف حاجه ها عاد كينوضوا يقيسوا القرار. شوف غير هذا الاجراء ديال هاد الناس اللي كيديروا الفراشات. انا متاكد وكنقولها وكنصرح بها، انا متاكد كاين وراهم يد خفيه اللي باغا تخلق واحد البلبله في المجتمع باش تبقى شي يد كتقايد بهم، ولكن راه وسط منهم ناس فقراء وضعاف. المغاربه راه ماشي ما كيعرفوش، راه مسؤولين عارفين كاينين شي جهات اللي هي تتنوض. حيت واحد من يجي تعطيه السلعه، تعطيه 10000 درهم السلعه وتقول ليها هاك غير سير دير فراشه، ماشي صيفطيه يدير تما. اذا انت وانت 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 اللي كتنوض تعطيه 5000 و10000 درهم السلعه وتصيفط واحد يدير فراشه، اذا انت راه عندك وراك واحد من الجهه اللي كتعطيك الفلوس كتقول لك اعطي لهذاك الكريدي، وعلاش ما تعطيش تعطيه 100000 درهم وتعطيه وتعطيه محل ودير ليه ترونسبور؟ علاش؟ هذه واحد السنين لا كنا كنشوفوا لي في ار بي في المغرب راهم قلالوا الموزعين الكتاب في السيارات اللي عقلتي عليهم. كانوا دور النشر كيجيبوا واحد في ار بي فواياجور ريبريزونتون تيعطيوه لاكارت ديالهم، كيعطيوه سياره او اللي تيمولوه في سيارته وتيعمروا ليه الطوموبيل كيبقى يجول من بلاصه لبلاصه. داروها الناس ديال البحاره في السمك من السويريه، راه كاين السويره وكاين السويريه. من السويريه كنعرف شباب اللي الاخر عنده الباركه ديالو عنده الفلوكه كيطلع الحوت، وكيجيو ناس بسيارات صغار بالثلج ديالهم وتيبدا من السويريه وتيفرغ في البازه. اذا علاش ما داروش غير فراشات تما في اسفي؟ علاش ما داروش فراشات في كذا وكذا؟ فتجي انت توسط الدار البيضاء اللي هي الكاميرات مبروكين عليها واللي كل شيء عارفها والعالم كله، وسبحان الله كتجي كتلقى ما كنتكلمش على الفقير، راه كنقول الفاعل وكنقول المفعول به وكنقول المفعول فيه. ملي غتجي عند فقير تقول له انا بغيت نعاونك في سبيل الله، انا باغي نساعدك، اي اذا اخويا انت باغي تساعد؟ لاحظتي السلطات والناس الاداره ما يقدروش يقول هذا الكلام لانه ما غتحسب عليهم. انا ولد الشعب، انا كندوي كلام ديال الناس. كيفاش انت تجي تطلق 100000 درهم 100000 درهم ولا 100000 درهم سلعه؟ خصنا نسولوك علاش باغي تلقاها تما؟ انت باغي تلقاها سير تلقاها في سوق الاربعه ديال دار بوعزه، ودير الناس الكار جيهم مع 5 الصباح وديهم لسوق الاربعه ديال دار بوعزه وقول لهم انا رحت لكم في السوق. كاين اللي كيخدم سيمانه يصور بها رزق شهر، على الناس الوالديه ما كيعيشوا شهر شهرين ديال السياحه كيعيشوا العام كامل. ها هو ساكن دبلز الوليديه ما عندهم كاع حتى شي، الله يجازيكم اللي كيسافر جديده ما زيدوش شويه الوليديه، راه كاين تما ناس عندهم مطاعم وعندهم فنادق راه عندهم يروجوا. فكذلك بالنسبه للعزيمه، واحد السيده قالت كيفاش نرقعوا العزيمه؟ العزيمه كاينه كيفاش نعاودوا نحيوها؟ بعد الفاصل. نعم نذكر بارقامنا الهاتفيه 05 22 46 72 50 51. مكالمه من مدينه سخيره تاع بالاله، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي عبد الله. تحيه كبيره للسيد في التريبي اللي معك، مرحبا خويا. مرحبا بكم على هذا البرنامج اللي كتعطونا به الافاده بزاف. مرحبا خويا. انا السيد الدكتور كما سالنا سميتو، دائما عندي عجز، دائما كنهج باش ندير مقاوله ديالي. انا كنعمل كسائق شاحنه كبيره ودائما كنحاول باش ندير مقاوله ديالي، ولكن تلقى عراقيل كبيره بزاف. مقاوله فاش؟ مقاوله فاش؟ يعني في السير، يعني في لي ترونسبور. انا الدومين ديالي كسائق وعندي في المهنه تقريبا مده 10 سنوات وبعد ما كنبغي نتقدم باش ناخذ شي مقاوله ديالي صغيره كنلقى مشكل في لوكال. بعد ما كنلقى لوكال كنتجه للبنكه، البنكه كتقول لك المقاوله الصغيره ما كتكون يلاه باديه ما كنقدروش ناخذوا معاها التزامات، وخاصك يكون الحساب مروز 6 شهور ولا 40 عام ويكون عندك 100 مليار ولا كذا. يعني تيقول لك شي حاجه اللي لو كان عندك هذاك الشيء ما غاديش تفكر دير كاع مقاوله. انا نصيحتي لك ولدي ما ديرش مقاوله، الله يرضي عليك ما ديرهاش. انصحك ما ديرهاش، لان درتها ولدي غتولي تسلف باش تكمل في اخر الشهر. هذا هو عندك عفا ولدي الله يرضي عليك. يعني الدكتور خليك
اللي يعني يعني سميتو كامطروح يعني ما غاديش دير والو يعني الا بغيتي. لا ولدي لا عافاك شوف الله يهدي عليك، كاين واحد الحاجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا اوصيكم بالاستبصار، عرفتي الا جينا نترجموا هذا الاستبصار هو البريفيزيونيل. شنو هو الاستبصار؟ لقد جاءتكم من الله بصائر، هو الاستبصار قدره على قراءه واحد المعطيات في المستقبل، معطيات علميه من اللي حنا كنعبروا في, 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 في احوال طقس بالساتيليت، الريح جايه من البلاصه الفلفلنيه، الناس كيسحبوا كيقول لك الغيب، اش من غيب؟ طلع حاسب هو السرعه ديال البرد باش كيتحرك وكيدير واحد لشال وفيها الرياضيات وكل شيء بحسبان، الله سبحانه وتعالى عاطينا الحساب. ماشي هو خلقنا الحساب باش في الاخر يتسمى حساب غيب، ترى حساب السي. الامريكان ملي كتصيفط صاروخ من هنا من الارض وغيمشي يتلاقى عامين كوكب غادي في الفضاء، ملي كيتلاقى معاه مرسيدس ربي ما يبدل ليه طريق. كل شيء بحسبان بالحساب. فهنا عفا ولدي الله يرضي عليك، بعدا واش عندك واحد راس مال مجموع باش حتى ما خدمتيش ثلاث شهور مع شهور وخاصك باش تخلص الضو والماء والوليدات كيقراو ومولات الدار وكذا وكذا، ها وحده. جوج هاد الشركه اللي انت خدام فيها نيت اللي انت كتسوق معاها راه من معاهم تبدا. انا كنعرف مقاولات في ترونسبور داروها مع الشوافريه ديالهم، شوافريه مزيانين قدام، قال لهم اودي دابا حنا بغينا نديروا ديبار فلونتي نخرجوا، الله يخليكم تعاقدوا معنا تخليوا لنا الكاميون اللي كنا خدامين فيه ونتصرفوا معاكم وتعطيونا المارشي. غيولي اللي غيمولك هو المقاوله ديالك ماشي البنكه. للاسف هذا الشيء ما عندناش في المقاولين. شتي عفا خويا ما لقيتيش، انا كنصحك عفا خويا نصيحه لا في سبيل الله، وياك دير مقاوله ولا شي واحد يجي ويغريك يقول لك انت عندك الحرفه اراجي نشري كاميو ونخدموا انا وكنت تشركوا. ولد عمي ما ديرهاش. غتولي تضرب مره بعد الصباح حتى 12 الليل وجي غدا يقول لك الوسيطه ما فيها والو اصاحبي، واش انت كان خصك تزيد لطنجه وتبقيتي؟ هادشي حيت انا ولد الميدان، راه هاد الناس كيكونوا عندي في المكتب وهاد الحقائق كنسمعهم فما نبغيش نرتكب هاد الغلط. شكرا دكتور، مرحبا لك تحيه للاذاعه. مرحبا اخويا، مرحبا. نشوفوا الان سعيده من مدينه المحمديه، مرحبا بك سعيده. سعيده الو سعيده في الراديو، الله يجازيك بخير. الو وي سعيده مرحبا بك. بارك الله فيك حبيبة، شكرا على الموضوع، شكرا على هذه النصائح اللي تفيدوا بها جميع المغاربة. مرحبا اختي، مرحبا لالا، مرحبا. شكرا الدكتور الهلي يحفظكم والله يحفظكم يا ربي، امين حنا وجميع المسلمين ان شاء الله. خويا دابا انا المشكل اللي عندي هو انا عندي الولد الكبير، يلا انا بديت في المحنة تاع الدراسة وتاع التوجيه وتاع سميتو، الولد عنده دابا 17 سنة. وواحد الوقيته من التوجيه بقى عطيها غير اللعب وهذا، وكان التوجيه ديالو علوم تجريبيه، من بعد قال لك لا انا بغيت علوم رياضيه. المهم درت محاولات دابا في علوم رياضيه ولكن ما عندوش ذاك لو سيريو، الامكانيات والقدرات العقليه وداك الشيء كاينه، ولكن ذاك العزيمه باش يريح ويختم ويبقى واحد سيغتان طون في الخدمه. ما سولتيش علاش غير من العلوم التجريبيه الرياضيات؟ ما سولتيش؟ ما عرفتش دابا بحالي، دابا انا اللي حسيت انه كانوا عنده دي زامي ديالو اللي كانوا تيجيو عنده تيقراو معاه وداك الشيء، وهما مشاو سيونس مات وهو ما مشاش. عنده القدرات سيونس مات دار شي بيه؟ هو عنده القدرات في الماده الرياضيات مزيان. شحال كيجي في المعدل؟ انتيليجون دغيا تيفهم. شحال كيجي في المعدل؟ يجيب 15 16 15 متوسط. لا الموين جينيرال متوسط. متوسط. ودابا الغريب في الامر هو انه دار سيونس مات، ودابا سيونس مات حسيت براسي بانني انا دائما خصني انا اللي نبقى. الله يرضي عليك ولدي، خصك يعني تعبت معاه. شريفه. واخد المسائل بشويه عليه بالهداوه يخدم بخاطره. ودابا حنايا السنه في الاخر تاع السنه غادي يكون توجيه اخر، يعني ان اما يمشي لسيونس مات ولا يمشي للبي سي ولا العلوم الحياه والارض. ودابا هو لحد الان كل مره شي يقول لي مازال ما راسيش في التفكير ديالو، واش نخليه يدير داك الشيء اللي بغا؟ لا غادي نصحك. انت من اين مدينه؟ انا المحمديه. غتشوف عفا اختي النيابه اللي تابعه ليها المدرسه ديالو. وفي النيابه غتمشي تشوف راه كاين مسؤولين على التوجيه، غتطلب منهم يلاقيوك بشي مفتش اللي دار لا روتريت ولا دار ديبار فولونتير ديال المحمديه تمانيت. هذوك المفتشين تبارك الله تيعرفوا في التوجيه بواحد الشكل هائل.
ويا ريت كون استغلوا طاقتهم، راه عندهم معرفه، لان المفتيش هو في نفس الوقت استاذ لواحد الماده وشامل جميع المواد. فالمفتيش عنده درايه بالمستويات اللي كاين في المدارس، عنده درايه بالشعاب اللي هي غتجي من بعد. هذاك المفتيش غتخلي ولدك يجلس معاك في قهوه، قول له ولدي هذا واحد مفتيش دار ديبار فولونتير ولا واخد قرار نسبي ولا كذا ولا كذا، عفوا ولدي جلس معاه، لان من الاحسن كيقول لنا الله واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل ما كل باب لاله، كل موضوع عنده ماليه، عنده اختصاصين ديالو. انت عارف اختي خليك في العاطفه وفي الطعيمه ونعطيه فليسات، ما تحاوليش ديري معاه التوجيه. شوفي شي واحد، انا حيت انا نورمالمون انا راني في التعليم، انا في التعليم كتقري المات وتنقري المات، ولكن دابا انا عارفه بان عنده دوك لي كاباسيتي باش يمشي بعيد، ولكن اللي خلعني دابا منه هو ديك الخصه اللي عنده. قول لي يا شريفه، المغاربه تيقولوا العين ما كتسقيش عند 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 رجليها، اش كتعني؟ اش كتعني يا بنت عمي؟ ما عرفتش. المغاربة تيقول العين ما كتسقيش عند رجليها، يعني العين ما كتسقيش عند مواليها، غيستافدوا منها ديما البراني. هذه انا كاين. انا كنصح دابا كيشوف فيك امو اكثر ما كيشوف فيك الاستاذه، خلي علاقتك بالام صالحه وخلي النصيحه تطلب. عندنا لان حنا واحد عندنا واحد تيوريم، النصيحه تطلب. ما كنعطيوش النصيحه بحال واحد الذهب على جي وعطيه. راه 600 درهم الجرام الذهب، نصيحه بشحال تسوى. مرحبا اختي، مرحبا لاله، مرحبا. نشوفوا الان بشرى من مدينه برشيد، من بعد خديجه من اكادير، وفاطمه من سلا. بشرى مرحبا بك لاله. الله يبارك فيك لاله. كل شيء بخير؟ الله يبارك فيك. مرحبا لاله، مرحبا. شكرا دكتور. لا شكرا عجيب، مرحبا. اول حاجه تحيه كبيره لك دكتور. الله يخليك. والله يفرحك بوليداته. الله يخليك. كل اللي كديري لك ميزان حسنه. الله يخليك يا شريف، الله يخليك. حنا خدامينكم اختي. ما مجامله ما تشي حاجه. الله يخليك، الله يخليك. عندي بحق بزاف الاسئله، صافي لونطون حنا كنحاولوا نتصل بكم، غير باش نبقى انا في الموضوع اللي حنا فيه اليوم. الله يسهل عليك. عندي البنيه ديالي الذكر خدات بروميير اني، دازت بروميير اني في لافاك وسان با مارشي. اين شعبه؟ سيونس فيزيك. ومن هذا العام درت اون فورماسيون دو زون في مجال واحد اخر. دو زون يعني فورماسيون بروفيسيونيل؟ اه. كيل فيليا اللي شعبها؟ جيستيون دي زونتربريز. وغادي مزيان تبارك الله، جايبه في دي كونترول 18 وهذا. اي بورتون في الداخل ديالها ماما شنو غندير؟ وهما دابا صافي فينيغ دي ستاج مارس افريل، وهي من الداخل ديالها ما كتحسش براسها بان كاين شي افق كبير ولا هذا. اولا لا جيستيون دونتربريز مختلفه على لا كونتابيليتي وعلى ليكسبيرتيز كونتابل، كتكون فيها دي نوسيون. هاد الشعبه ديال لا جيستيون دونتربريز فيها دي نوسيون، ولكن ما فيهاش لا بروفوندور ديال ليكسبيرتيز كونتابل. العمود الفقري ديال لا جيستيون هو ليكسبيرتيز كونتابل، لان شنو هي لا جيستيون؟ لا جيستيون هو واحد عنده مغازه وغيعطيك انت تقبل لاكاس، وغيعطيك واحد ستوك، وغادي يجي في العشيه وغيشوف الموفمون ستوك اللي انت بعتي، وكيقارن مع لاكاس، وكتعطيه لي ليفغ ديالو، تعطيه لا غوسيت، وكيسني لك لو غولفي. هذا تيدير لا جيستيون. من بعد كيكون واحد اخر ريكروتي باش يدير جيستيون دو ستوك فواحد ديبو ديستون، ديبو مثلا في محمديه، والمقاوله راه كاينه في الدار البيضاء ولا في شي بلاصه. ثم كاين لا جيستيون ديال واحد لي موفمون فواحد بي ام بي مي، غادي يدير لي سالير وغيدير كذا وكذا وكذا وكذا. هاد الوظيف عليه ازدحام حيت سهل بزاف، غادي يجي واحد طول ميم بروفيل، لي سيفي غيكونوا كثار. باش يمكن لبنتك تميز خصها تمشي لواحد البحر صعيب شويه، اللي هو ليكسبيرتيز كونطابل. شنو هي ليكسبيرتيز كونطابل؟ هي سوني با ما غيمكنش ليها تولي اكس، ما قلتش ليكسبير كونطابل، قلت ليكسبيرتيز. يعني خصها تمشي تضبط، دير لي ستاج مع دي زيكسبير كونطابل، تضبط لي زيكريتور بلي جورنو، تعرف تعمر لي بوردوغو ديال التي فيا وتحطهم فوقتهم، تعرف تكري لي بالونس، تعرف تكري لو غون ليف، تعرف دير بريفيزيونيل، تعرف دير ان اتيود دو فوزابيليتي، لان المقاوله في الاكس بيرتيز كونطابل. في المشكل ديال بنتي مثلا باها في الميدان. الى ميدان في الميدان ديال ليزامبو هذا وتيدير سيغور ديال ادمينستراسيون فيسكال. تخي بيان. بون هو ولد الميدان وتيشي شي حاجه تيقول لها بنتي راه هي دي جون خدامين مع عندي دابا في البيرو ديالي ولا في السيرفيس ديالي راه كانوا بحال داروا هاد الفورماسيون دو زون وسا بيان الي وخدامين مزيان. دابا كيف قلت لك ما حد لا جيستيون بوحدها راه سي ان اليمون جينيرال، خاص تكون وسط منه اون كومبيتونس اللي فيها اون بلو فالو.
الا ما كانتش وسط بحال شي واحد كيقول لك انا عندي اني بي في الماناجمون. لاحظتي هذا لو مو ماناجمون راه جلوبال. وي كتجي كتلقاه توشاتو ولكن ما كتلقاش عنده اون كومبيتونس وعندوش واحد الكفاءه ولا جوج تقال. اوكي تبعتي معايا فاش نقصد؟ دابا لا جيستيون راه هي بحال هادشي ديال الماناجمون، بحال هادشي ملي كتسمع غولاسيون بوبليك، بحال ملي كتسمع الكوميونيكاسيون، سو سون دي مون جينيريك. خاص الطالب هو يمشي يقلب على كفاءه ويتصنت على السوق. اش من كفاءه لان ما غاتجي تقول واحد جو في لا جيستيون بيان، تو جير لو ستوك، تو جير لي لا كاس، تو فاجيري تو فاجيري، ومنك عادات غيعرفوا ليها. ولكن الا زدتي واحد الكفاءه وكفاءه ثقيله، لان لي زيكسبير كونطابل قلال في المغرب. Les experts comptables, les vrais, clair. Mais les personnes qui ont de la connaissance de l'expertise comptable, ils ont de l'interface. Mais ils ont de l'expert comptable qui est certifié le travail qui va être organisé par l'agent qui est le Bensic. اوكي يعطيك السر دكتور. هي دابا معانا استاذ، هي معايا الدكتور كتسمع ليك نتايا. انا بغيت بين قوسين شي حاجه كي موتيف انا فوالا راك انت في لابون فوا ايتون دو هذا اللي بغيت نقولها لك. تنقول لك خصها تبقى في جيستيون، غير زيد الكفاءه ديال ضبط لينا ليكسبيرتيز كونطابل، تعرف البلان كونطابل ماروكا على صبع فين تلعبوا على الصبيعات، تعرف لورغانيزاسيون ديال لو بيلون بالشكل اللي قنوا المغرب، تعرف التريتمون ديالو، تعرف شتي ايفو فريمون بحال اللي غتصبح هي كونطابل سون سيرتيفيكاسيون، ولكن ضبط لينا لي زيكريتور لي كونيسونس كونطابل. هنا المقاولات الصغرى المتوسطه غيتخاطفوا على هاد الناس، لان المقاوله شنو كدير متوسطه؟ ما عندهاش لي موان بو ريكروتي شي كادر صحيح، وكتخدم مع شي اكسبير كونطابل اللي كيشوفها مره في الشهر وما تيكونش هذاك الروتور دالانفورماسيون بسرعه تيتعطل عليهم. اما الا كان دي بروفيل موين كاليبر افيك دي كونيسونس دو هو كاليبر، هنا غادي يكون روندمون طالع للمقاوله المتوسطه وغتستثمر في هذا النوع من لي كادر. نشوفوا منير كيتصل بنا من كندا. منير. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على البرامج صراحه. لا شكرا على وجهك. كنخرج بها هنايا امام يعني جنسيات اخرى. مرحبا شريف. مرحبا. والمداخله ديالي بهذا الموضوع ديال اليوم، كنشوف بان المنظومه التعليميه عندنا في البلاد هي صراحه هشه، مبنيه على اسس هشه. كتشوف بان الشباب كتخلق فيهم واحد الضغط عالي انه خصو يمشي لواحد المجال يقرا فيه، ماشي لانه كيحبه ولا شي حاجه، نو باش انه غادي يقرا باش يخدم. لان قريت في المغرب وقريت هنايا كنلقى بان كاين واحد الفرق كبير. انك تقرا باش تعلم باش تاخذ، ماشي نيسيسيغمون انك هذاك الشيء فاش قريتي غادي تمشي تخدم فيه. حنا عندنا البلاد كاين ذاك الضغط، كاين ذاك الضغط على الشباب انه فوالا من الدار، من المدرسه، من العائله، من الشارع، خصك تقرا باش تخدم. هذا الشيء اللي كيخلق عندنا انه كيطلع الشخص عنده شخصيه ضعيفه بانه باش ياخذ قرارات، باش انه يقول فون فوالا غادي ندير مقاوله في هذا الشيء ولا غادي نمشي لهذا المجال ونتقدم في هذا الدومين هذا. يعني كنشوف بان الاسس التعليميه في البلاد كتلعب واحد الدور كبير باش انها كتخلق واحد التزعزع في الشخصيه ديال هذاك الشاب باش انه يختار الطريق ديالي. شكرا على المداخله ديالك. مرحبا بمحمد ولد كندا، سلمنا عليهم بزاف بزاف بزاف. شكرا. تحيه خاصه لكل المستمعين ديالنا. الرد على الاخ ديال كندا منير، على سي منير، هو خاصنا نقنوا بشكل قانوني مرحله الستاج ديال الطلبه. دابا عندنا الطلبه في المغرب كيتمحنوا واحد التمحينه اللي ما فهمتش شاف ملي كيوصلوا مثلا يقلبوا على الستاج. يعني المقاولات اللي غيمشيو لهم اللي فيهم الماده ديال اللي غيجربوا كيخسروا الفلوس مع الستاجير، كيخسروا الفلوس، لان خصك توضع واحد الشخص اللي غيقابل الستاجير. ما يمكنش تدخل الستاجير المقاوله وتخليه هكاك بوحده ما كيعرفش. كتافيكتي ليه واحد كتقول ودي الله يخليك. فملي كيكون الوقت فيه ازدهار والبينيفيس كاين، المقاولات كيكون عندهم خاطر. فكيمكن انه يشدوا شويه البينيفيس وافيكتي واحد البوست. ولكن ماشي يكون بحال هذا الوقت اللي فيه شويه لا كريز، اللي فيه شويه الظروف صعبه، ما يمكنش المقاوله هي ديجا كتحاول تنقص من البيرسونيل ديالها وتنقص من لي شارج ديالها ونزيدوا بالك. فهنا خص لابد، لاحظتي هذا هو الانستيتيسيونيل،
il faut toujours opérer par l'institutionnel et anticiper ماشي حتى يوقع علينا كروفيزون ا تي 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 اجي نفخر الرويضه خصنا نقولوا الطريق في الفلانيه فيها الحجر مقمقم وتما كاين احتمال يطردوا الرويض ونحطوا في الراس ديال الطريق اللي فيها الحجر مقمقم وفي الخط ديال الفلوس ديالها واحد السيارات مجهزه لان احنا عارفين بروبابيليتي ديال ان سور 4 غتقبل بالوات لاحظتي هذه هو الجيستيون باغ انتيسيباسيون اما كاين اللي كيجي كيدير لك واحد البلاصه لهيه وتيقول لك وملي طرطق لك البنو وعيط يسفي غير عيطوا اربعه وكل واحد يكون في جهه وبقيتي تما تغدى الصباح شتيها كيفاش حنا كنجريو في, 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 في الفكر العربي الضيق الحموصي لانه هو غير حمايم ستعدو ما عندوش المخ فملي غتقنن المقاوله شنو المقاوله شنو كتقلب؟ كتقلب تربح دونون دونون كيف تيقولوا لي زانجلو ساكسون وين وين غانيون غانيون فملي غتقول المقاوله شتي في الضرائب ديالك غادي نعفيك من واحد القدر ولكن نبغي نعرف في العام ها 10 د الاستاجيه دازو على يدك ها وحده جوج خصني الفيروياج لان غادي نخلق لا بروسيدور خصني نطرق لا بروسيدور ماشي غير نحطها وصافي غادي نطلب لي ستاجير يكتبوا لي رابور دو ستاج وغادي نكريو اون باز دوني ناسيونال ديال تو لي رابور دو ستاج فيليير بار فيليير تخيلتوا لي اون باز دوني ناسيونال اللي يدخلوا ليها الوليدات من جميع الاماكن في الانترنت هاكو يدخل باز دوني دي ستاج وتعطيك شعاب 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 الكترونيك شعاب كذا وشعاب كذا وشعاب كذا ونوضوا نخلصوا واحد الخليه تخيل امريكا على كري ان اجونس سميتها الان اس ا شنو ديال هاد الاجونس هادي كاين عندهم اف بي اي عندهم لاجونس سي ا عندهم لي اجونس سي اس اي عندهم بزاف وعندهم وحده سميتها الان اس ا شنو كدير الان اس ا مخلصين باش يقراو تيقراو الكتب ديالنا حنا وتيقراو المقالات ديالنا حنا وتيقراو كيقراو عندهم واحد ديبارتمون تيقرا غير اش كيتكتب في افريقيا عندهم ديبارتمون تيقرا غير اش كيتكتب في اسيا وتيسيزيو دي نوت وكيديروا دي كومونتير كيتصنتوا البرامج الاذاعه على هادشي ها الخبر وكينقطوا البرامج وكيقولوا البلاد الفلانيه فيها كذا والبلاد الفلانيه فيها كذا ان اس ا ها اجونس ناسيونال ديال لي زانفورماسيون فتخيل حنايا في تقليدنا الامريكا كلشي كيحماق قال امريكا على الاقل نقلدوها في شي حوايج بحال هادي نديروا واحد واحد البيرو في بليم الليل ولا نديروا واحد ماشي بالضروره نجيبوا الدار بدل نديروا في الرباط انتم نخدموا شويه البلايص الاخرين ديروا في بليم الليل ديروا في تادله في القيم صالح ديروا في جديده نديروا في في في, 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 في شي بلاصه هكا شنو غيدير اساتذه اللي خرجوا دي بار فولونتير او مفتشين او صحفيين او ناس الاعلام كيجيو تيقراو دوك لي رابور دو ستاج وكيديروا عليهم ملاحظات دو شوز شنو يوقع سولوا غير الطلبه وانا راني ولد الدومين وكنعرف هادشي سولوا غير الطلبه وقول لهم واش ملي كتحطوا رابور دو ستاج واش كيقرا شي واحد صح بدي يقرا كيفاش انت ما قريتيش رابور دو ستاج وبغيتيني انا نتحمس دابا دخل عليك بلاتي صحفيه كتبتي مقال جيتي عندي قلت لي واش تلقيتي المقال ديالي نقول لك لا ما يبقاش فيك الحال يبقى فيك الحال تقول لي تقول لي حقرا استاذ ياك دابا انا صحفيه ودرت مجهود جبت المقال ديالي وعلى الاقل غادي سمحي لي كيسمحي لي واحد كلفناه يدير رابور دو ستاج مشى مسكين شهر شهرين كيجدب في الاخر رابور تيكتبوا فيه واحد 80 صفحه ولا 60 ولا 100 ولا هذا ما تيقرا حتى واحد وباش كيعجبوك مساكن كيمشي يديروا ليه غوليور بلاستيفيي ويديروا فيه باج كولور ويقادوه ويصيبوه حتى واحد ما يقرا نو خصو يدار ليه لاخشيفاج الكترونيك نيميريك دار اون باز دوني وهنا نورمالمون شكون اللي خصو يدير هادشي لا شكون المعنيين بالامر وزاره التكوين وزاره التعليم العالي القطاع ديال لا فونكسيون بيبليك خاصهم كلهم يتجمعوا لي باز دوني كنطيروا فيهم في المغرب عندنا شركه تيصيبوا هذه في اسبوع شي هاد الباز دوني هذه يبداو هاد الاثنين الجمعه يساليوها عندنا شباب لي سيت انترنيت بهذا الشكل هذا يساليو في كنجور ولا لوا فيسكال يسوفي دادابتي وتشوف المقاوله ملي غتعرف راسها غادي تعفى من واحد البلاصه الا جابت ستاجير اش غيولي؟ غيولي هما يطلبوا لي ستاجير يجيو لان حنا شنو فاتحين لهم باب عام اول مهرجان كذا وكذا الحريره مهرجان كذا وكذا الشباكيه مهرجان كذا وكذا البلغال كذا اما تمول ستاجير وتجيبوا عندك وتعلموا ونخليوها هذيك ما عرفت لمن نديروا فاصل موسيقى ونرجعوا كانت هذه مجموعة زاز باند أغنية جبان قلوبان مرحبا بكل من ضم لينا على الإذاعة القريبة منكم كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا معنا وكتقضيو معنا أوقات ممتعة غنشوفوا خديجة من أكادير فاطمة من سلا إلها من مراكش وزكية من فاس خديجة ألو مرحبا بك السلام عليكم الله يبارك فيك وعليكم السلام كي دايرة سلوى معك مريمة
مريم نسيت كي دايره مريم على بالي. الله يبارك فيك لالا كلشي بخير. الدكتور ديالنا مامون مبارك الدريدي. مرحبا لالا مرحبا اختي. الله يبارك فيك مفتخرين بك بزاف. الله يطول لي عمركم احبكم الله ورسوله. كندوي عليك هنا في اكادير ما كاين غير مامون مبارك الدريدي. ان شاء الله في شهر 7 باذن الله غادي نكون في اكادير باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. انت غادي تكون قدر نحضر شنو المحاضره؟ غادي مع المنظمين تما ديال هذيك اللقاءات غادي نعلنهم في المواقع الانترنت ونخبركم. ايه ان شاء الله. مرحبا شريفه مرحبا. الله يخليك. ما عرفتش الموضوع ديالي واش نيت في الموضوع ديالكم ولا لا. المهم انايا كنقول واش الخوف كيمنع الانسان ما يوصل للاراده اللي بغاه. بحال انا ملي كنت كنقرا في الباك كنت بغيت ندير واحد ليكول في مراكش ولكن ما قديتش الخوف منعني الخوف المرضي منعني ما قديتش نمشي نسافر نبعد على والديا ونبدل البلاصه فين كنت عايشه ما قديتش غير وصلت الجبال ديال مسكوت وليت وحده اخرى يعني الخوف سيطر عليا باش ما نوصلش اللي بغيت ولدرجه ان دابا علاش اتصلت لاني تزوجت ودابا حامله والمشكله ان داك الخوف سيطر عليا حتى في الحمل يعني انا بغيت في الاراده ديالي بغيت ندير وليدات حتى انا ولكن دابا ملي نحمل ما بغيتش هادشي اللي حامله بيه ما بغيتوش البارح شدني داك الخوف بزاف حتى كيقول لي راسي سيري شربي شي حاجه باش تحيدي قولي خاصك عفا اختي في هذه اللحظه تشوف مع لا جينيكولوج ديالك من هذه من جهه انها تعطيك شي حاجه اللي تساعدك من ناحيه الادويه ايه هما تاثرش على لا لا هما لي سبيسياليست كيعرفوا تبارك الله تيعرفوا كي ندير موليكيول تيعطيوهم اللي ما كتاثرش على الجنين وكتريحك بواحد الشكل تتجاوز هذه المرحله اللي انت حامل ومن بعد عاد خصك ان سويفي عفاختي مع شي سبيسياليست لانه انا كنت كنتعالج ودوزت عام وانا كناخذ في التريتمون ولكن كناخذ غير التريتمون ما داروش مع علاج مثلا سلوكي ولا شوف عارف المواجهه باش نواجه شوف الله يبارك دابا ملي كتشوف طوير صغير مع النسر ما يدايمش حداه النسر يشدو يفرتو ولكن هذاك الصغير واش كيدير كيتخبى كيشوف النسر دايز كيمشي هو تحت الشجره في شي بلاصه كيتخزن فكاين اشياء اللي غادي نتعالجوا منها وكاين شي اضطرابات بنتي اللي الله اللي عالم شنو سببها والله اللي عارف الظروف اللي عاش فيها الانسان اللي غادي نتسايروا معاها كاين شي اضطرابات اللي غنتسانسوا معاها اللي غنبقاو غاديين بها تلقاو الله فما نكونوش في الديناميكيه ديال نيأسوا خصناش نيأسوا 100% وما خصناش نتفائلوا 100% بحال دابا السكر لا ما غادي نكذبوش على واحد في السكر نقول له ودي خذ دواء غتبرى كنزولوا بالادويه غير الاعراض ديال السكري اما السكري ما كيبراش بالك عفاختي فراه كذلك خص الاختصاصي يشخص لو نيفو النوع ديال الاضطراب والعمق ديال الولوج الاضطراب في نفسيتك الا كان هو سطحي هذاك غيبرى منه الانسان اما الا كان الاضطراب متعمق في الشخصيه ضربات مثلا من الصغر من 3 سنين ولا 4 سنين البنيه جايه طالعه يعني راه بحال واحد الشجره معرقه والعروق ديالها واصلين لقاع الارض فهنا خصك بنتي تعرف شي حويجات كاين اللي غنقدروا اللي يقدر الطب والعلاج يزولوا 100% وكاين شي حوايج اللي خصك بنتي تسانس وتعرف تسايس الظروف ديالك يعني لي مومون دو فيغتور لقيت اللي انت فيها قويه خصك تحفظي استعمال الزمان ديال الصحه ديالك والقدرات النفسيه هما ملي كنكونوا شباب عارف يقول ناكلوا ونجريوا ونقراوا ونديروا ونفعلوا ملي كيضربنا اضطراب كنبغيو نمشيو بالميزان القديم نبغيو نمشيو بالايقاع القديم لا خصك تمشي بالايقاع الجديد مرحبا اختي مرحبا بغيت غير نقول لك ان هادشي كيشدني بزاف في الليل الليل كنولي وحده اخرى دابا غير هادشي هادو هما اللي يدخلوا دونكسي دونكسيتي خاص لو سبيسياليست يشوف واش هما في حد ذاتهم غير اعراض ديال اون مالادي سوجاسونت يعني واش كاين شي مرض نفسي تحت منهم كيطلع علينا هنا اضطراب الخوف والقلق او لا هما بوحدهم اللي كاينين هنا خاص الاختصاصي هو اللي غيشوف فنصيحتي لك دابا انت حامل ما تفتحش هذا الباب دابا شوف مع الاختصاصيه ديالك جينيكولوج تعطيك شي حويجه تخفف لك ريتما الحمل تدوز بخير وعلى خير ومن بعد عاد اون فونكسيوني مع سبيسياليست مرحبا بنتي مرحبا كنشكرك على التواصل ديالك معنا غنتوقفوا لحظه مع فاصل اعلاني ونرجع لكم طلع فاطمه مرحبا بك فاطمة للأسف نقطع معها الخط نمشيو لمدينة مراكش عند إلهام إلهام إلهام
إلهام كنظن أنها ما كتسمع لناش ربما. نمشيو نشوفو زكية من مدينة فاس العاصمة العلمية. زكية ألو السلام عليكم. وعليكم السلام زكية. مريم لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لاله كلشي بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يجازيك بالخير. عيطت على الوليد ديالي عنده 7 سنين. غادي نسجلوا السؤال ونجاوبكم من بعد ان شاء الله. داكوغ. تفضل. الله يجازيك بالخير. عنده 7 سنين ما باغيش يقرا. ما قادش يقرا ماشي شي وقت كيبغي يقرا فيه شي وقت ما كيبغيش يقرا فيه. هذا البكر ديالك؟ لا لو دغنيير فيس عندي صغير. المشكل اللي عنده الكبير هو اللي عنده في لاكلاس مع لي زونفون اللي معاه. كي دازت لا غون سيكسيون لا بتيت سيكسيون ديالو؟ نو مكرفصه بزاف. دازت عليه مكرفصه بزاف. مكرفصه بزاف وساعدوني دابا في المدرسه هذه قيدتو فيها ساعدوني فيها بزاف الله يجازيهم بالخير. ولكن دائما كتشكى وان ما كيقلش ما قادش يقرا. مره كيقرا مره ما كيبغيش. كل مره وشنو على حسب. ديتيه تما عند شي بيدو بسيكياتر؟ ديتو عند بسيكولوج. قالت لي اني با ايبيراكتيف اني عنده ترو دينيرجي وخصكم تعملوا معامله خاصه. غادي نعطيك واحد لابيست راه ماشي تشخيص الله يخليكم. راه ما كنديروش تشخيص في الراديو. هذا غير اون بيست. هذه معلومه. غتبحث عفا اختي على لو سندروم داسبيرجي. داسبيرجي وي داسبيرجي بحال داسبيرج وغدير او ار داسبيرجي سندروم داسبيرجي. وغتخرج هذيك الدوكيومونطاسيون اللي غتلقاها في الانترنت. راه غتلقى واحد البروفيسور سميتو هانس اسبيرجي هو اللي اكتشف هذا السندروم عند الاطفال. وغتاخذ هذيك الدوكيومونطاسيون وتديها معاك لعند هذاك البسيكولوج وقول له الله يخليك شوف هذه المعلومات واش تنطبق على ولدي. داكوغ. دائما خصها سبيسياليست هو اللي يشخص بالمعلومات ماشي نتوما. الله يجازيك بخير. قلت لها دكتور الله يجازيك بخير اخر هذا غير بغيت ناخذ ان رونديفو معاكم تماك وعطوني لو رونديفو حتى لو موا 8. واش نديروا هذوك العائلات اللي قبل منك نحيدوهم؟ لا ما بغيتش. لا ما بغيتش. هذاك الشيء اللي في المستطاع هو هذاك اللي عطاوك. الله يجازيك. مرحبا شريفه. مرحبا مرحبا. طيب بروفيسور يعني بقات لنا اقل من 5 دقائق اذا شنو يمكن لنا نقولوا يعني لهاد الوالدين يعني لانه كنشوفوا من خلال التساؤلات عندنا في الفيسبوك او عبر الاس ام اس ناس يقولوا انه كيرجع من التربيه هاد واحد العزيمه كيكون من التربيه. لا راه عاوتاني هاد التربيه حتى هي راه حامله اللي بزاف. واش الماده حتى هي كتدخل في العزيمه؟ الماده لا المعامله ديال الوالدين بعضياتهم المعامله ديال مع الفشل. احنا ما كنقولوش ولادنا يفشلوا. ولدنا عنده صعوبة في الدراسة ما كتلقى الأم كتحماق. أنا كنعرف أمهات هما اللي كيديروا التمارين راه ماشي ولادهم. تخيل المرأة كتقرا هازة ولدها بحال العمالية فوق راسها كتقرا هي اللي كتقرا هو كيف تفضفض في المدرسة ما هي كتقرا. فهذا يعقل هذا؟ عندنا جهاز المناعة دائما كتسمعوني كنتكلم على جهاز المناعة. يقول الله سورة لقمان واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هو جهاز المناعة في الفكر الإسلامي. لكي يصبح لك عزيمة حيت حنا في العزيمة يجب أن تصبر ابنك على ما سوف يصيبه. فاحنا من 3 سنين هذا هو اللي كتسمى لي كنصح دائما كنقول لكم بداو في جهاز المناعة من 3 سنين. العلاقة الانصهارية 2 نخرجوه من العلاقة الانصهارية 1 وكندخلوه 4 سنين وكنبداو نحكو مع ولدنا. بغى هادي لا ولدي ما نعطيهاش لك. بكى بكى يا ولدي. تفيق الصباح تسلم ولدي. تغدى ولدي. تخرج نمشيو نديروا الرياضه ولدي نمشيو كذا. كان ندحيو فيه حب ان يصاب بشيء لا يرضيه. خاصنا نحبوا ليه الواقع بالحلو ديالو والمر ديالو. اش كيديروا الوالدين؟ كيحميوا ولادهم من ما هو فيه نوع من الضرر وتيخليو لهم غير ما هو حلو. فملي كيجي هو ما كيعيشوش الواقع. ها هو واصبر هذه راه عاطيها من الله. واصبر على ما اصابك ان ذلك ستين كونسيكونس. الا بغيت يكون عندك عزم الامور خاصك تكون كتصبر على ما اصابك. شوف الله عاطيها لنا كود. فاللي بغى جهاز المناعه ولا يحب ما اصابه واحد كان باغي يدير فاك ميديسين وما خداتوش لا سيليكسيون غيمشي يسخط ويدير نقص. هذاك ما حبش ما اصابه ما عمرك تلقى عنده عزم الامور. يعني النهار اللي غادي يبغي يحسم شي امر العزيمه ما تحضرش. عند من كتحضر العزيمه؟ عند اولئك اللي كتصيبهم شي مكروه في قريتهم ولا في صحتهم ويحبون الامر.
ماشي يحبون الالم اللي باش يتلذذ فيه، يحبون القدر بالشكل ديالو، يحب الصعوبه وتيمشي بحال الماء، الماء ديما تيتبع الهبطه. صعبات عليا في لافاك ميديسين مشي ندير البيولوجي، صعبات عليا في البيولوجي مشي ندير تكنولوجي ميديكال، صعبات عليا في التكنولوجي ميديكال مشي ندير ديليغا ميديكال. لاحظتي غنبقى دائما كنحوط بالحقل الطبي اللي كنت باغي نمشي ليه في الاول. ما قدرتش ندخل من الباب الكبير ندخل من المتوسط، ما دخلتش من المتوسط ندخل من الصغير، ما دخلتش من الصغير ندخل مع حد قايبه. المهم غندخل غندخل، ومن بعد ملي ندير امكانيات ويكون عندي فلوس ونخدم معايا دو ميدسان ونوليو دو ميدسان خدام معايا في المقاوله ديالي، وناخذ المعلومه وناخذ لاغريجي وناخذ الامور كانها عندي. هاد المسافه اللي هي غتستغرق 20 عام، النفس الطويل ما بقاش عند وليداتنا بحكم الكبار حنا الوالدين ما بقاش عندنا. باقي عند شي والدين الحمد لله بفضل هاد البرامج، عرفتي ما تصورش شحال من رسائل الايميل كانوا توصلوا بها اللي وراك في اخبارك وكتشوفها. اللي كيقول لك المراه انا ما كنت باغي كي لقيتي خرجتك من قريتي، اللي الشاب تيقول لك لا انا صافي داك غادي نمشي برا وقررت نبقى في المغرب وندير كذا. علاش؟ لانه من كلامنا لاله، واش حنا متصمعين الكلام باش نديروا البرامج، ولا اللي بغى يجي يشوفنا بالصح واش حنا في دار الكرا وبالسياره حتى كنجمعوا ليها فريسه تاع نشريوها، ولا كنمشيو نتلحوا ونبداو نغرقوا في شي حوايج وفي الاخر نقولوا واك واك عباد الله. العزيمه كيخصها التاني، خصها الصقله، خصها الصنعه، خصها العارفين، خصها المؤسسات. نعم النصيحه اللي يمكن نقولوا كذلك الاباء اللي هما ما كيتأناوش على الوليدات ديالهم، كيعذبوهم كيعذبوهم في وليداتهم تيعذبوهم. بحال دابا علاش انا هاد السيده قلت لها شوف هاد لانفورماسيون عطيتها غير معلومه، علاش؟ لان انا في هوايتي كنبحث، كنبغي دائما نطلع على ما هو جديد. غير كتخرج امريكا في واحد الرابور كيخص بسيكولوجي كنمشي نتيليشارجي ونتصل بحبابي في امريكا ونقول صيفطوا لي المعلومات باش غدا. دابا لو سيندروم داسبيرجي شنو فيه؟ في شي نديرو شي حلقه لهاد لي بيرتوباسيون. عنده البروفيل اوتيستيك ولكن ماشي اوتيست، عنده اون ديزورغانيزاسيون ما بين لا كاباسيتي نورولوجيك يعني ديال الدماغ ولا كاباسيتي انسترومونتال اللي هي العينين واليدين. فالمعلومه كتوصل ليه مسكين الدماغ ولكن باش يرجعها للدماغ اليدين ويقوم بالفعل، ويرجعها للعينين باش يتبع في الليكتور، ويرجعها للفم باش ينطق، عنده اون ديزورغانيزاسيون. فكيولي هو تينقز، كيوصفوها بسرعه بعض الناس ليبر اكتيفيتي، ولكن اسكو سي اون رياكسيون اللي عطات ليبر اكتيفيتي يعني نتيجه، ولا اسكو سي لا مال؟ خصنا نمشيو نشوفوا لو سندروم كومبلي، نشوفوا البروفيل ديال لي سامبتوم كاملين. كان غير رياكسيون خصنا نشوفوا تحت منها ياك ما كاين شي حاجه، علاش انا وجهتها لربما فوق هاد ليبر اكتيفيتي اللي كيوصفوا في المدرسه يكون لو سندروم اسبيرجي نعس تما. نعم في الختام كنشكرك بروفيسور مامون مبارك تريبي، كنشكرك بزاف، كنذكر انكم كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي، وانتم مستمعينا كنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم من خلال كذلك لي ميساج اللي كتبعثوا لنا على الصفحه ديالتنا على الفيسبوك، الصفحه ديال بكل وضوح، ولا على الاس ام اس اللي كنتوصلوا بها، المواضيع اللي كطرحوها علينا نحاولوا اننا نطرقوا لها، كنوعدكم غير واحد شويه تصبر، كاين البعض اللي كيتقلق كيقول لا صافي ما بغيتوش تطرحوا المواضيع ديالي، غير تصبر يعني غادي نطرحوا جميع المواضيع وكل موضوع كيهمنا حنا المغاربه غادي نطرقوا ليه غير بشويه ديال الصبر. كنشكركم بزاف.